السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. إذا فيديو اليوم غادي نخصوه لدرس من الدروس المهمة ديال الجرامير. طبيعة الحال هذا درس اللي كيتعتبر من الأساسيات ديال الجرامير ديال اللغة الفرنسية. اللي كنتكلمو على لا كلاس ديمو، أي كلمة في المعجم الفرنسي داكوغ كاينه في الديكسيونير فرونسي كتنتمي للغه الفرنسيه، راها كيكون عندها اون كلاس، واحد النوع، واحد القسم محدد. داكوغ، غادي نشوفوا هاد لي كلاس، شنو هما لي كلاس ديمو. فبعض المرات كتلقى الاستاذ او الاستاذه كيطرح السؤال الاتي، كيقول كيلي لا كلاس غراماتيكال دو سيمو، او لا كيلي لو تيب، كيلي لا كاتيغوري، ولا كيلي لا ناتور غراماتيكال دو سيمو. داكوغ، فكتلقى مثلا التلميذ ما كيقدرش باش يجاوب على هذا السؤال، علاش؟ لانه ما فاهمش في الاصل يعني شنو هما لي كلاس ديمو اللي كاينين. داكوغ، اذا اليوم غادي نشوفوا شنو هما لي كلاس كاملين اللي كاينين، وغنركزوا فقط على لو نون. داكوغ، لو غروب نومينال او لو نون. فيديوهات مقبله ان شاء الله غادي نكملوا على لي كلاس يعني اللي باقيين. فوالا، اذا كما قلت بالنسبه ل لا كلاس ديمو عندنا يعني سكون ابل لي كاتيغوري سويفونت. عندنا فوالا، عندنا لو نون داكوغ، بحال اللي قلت هذا هو اللي غنركزو عليه اليوم. داكوغ، اذا كاين لو نون، الاسم داكوغ بالعربيه الاسم، كاين لو ديتيرمينون. لو ديتيرمينون دائما بطبيعه الحال كيكون عنده علاقه بلو نون كما غنشوفو من بعد. كاين لادجيكتيف، وكاين لو برونون. بطبيعه الحال هادو راه درناهم بلون موحد اللي هو اللون الازرق. داكوغ، يعني on a mis هاد لو برونون و لو نون و لو ديتيرمينون و لادجيكتيف اون بلو. داكوغ، اذا هادو بطبيعة الحال غادي نشوفهم بعد ديك الساعة علاش درناهم بلون موحد. و كاين بالاخضر لو فيرب. داكوغ، اذا عندنا لو فيرب. اذا نعاود الكلاس ديمو اللي كاينين، كاين برونون، نون، ديتيرمينون، ادجيكتيف، كاين الفيرب، و كاين كاتر اوتر كلاس غراماتيكال اللي هما بطبيعة الحال حطيناهم اون روج يعني بالاحمر. كاين لانترجيكسيون، لا بريبوزيسيون، لادفيرب، والكوردونون ولا سوبوردونون. طبيعة الحال باش نفسرو اكثر، الوغ عندنا إلي امبورطون دابخوندغ ا ديستانغي لا كلاس دي مو. علاش؟ علاش مهم خاص الانسان يكون كيميز وكيفرق ما بين لا كلاس دي مو؟ C'est de leur classe que dépend leur orthographe lexicale et leur accord s'il y a lieu. بمعنى شنو؟ بمعنى انه بطبيعه الحال انت واحد الكلمه ملي كتسمعها وكتفهمها بانها فيرب كتقدر تكتبها بطريقه صحيحه، يعني لورتوغراف ديالها كتكتبو صحيح. اذا كانت فيرب غادي تعرف مثلا شنو هي التيرمينيزون ديالها الى اخره. اذا كانت ادفيرب او لا بريبوزيسيون ولا كذا غتعرفها بانها دائما كتكتب بنفس الطريقه. مثلا غادي تسمع اوجوردي غتعرف كيفاش تكتبها، غتسمع بوكو غتعرف كيفاش تكتبها. علاش؟ لان هادو سو سون دي مو ان فاريابل. لي مو ديزيني باغ لا كولور اورانجي سون ان فاريابل. اذا هاد الكلمات اللي قلنا تبعات داكوغ، هاد لي كلاس بحال لانترجيكسيون، بريبوزيسيون، لادفيرب، وحتى الكوردونون ولا سوبوردونون، هادو كيتسماو دي مو ان فاريابل. بمعنى شنو؟ بمعنى كلمات اللي كتكتب دائما بنفس الطريقه. بحال اللي قلت دابا، يعني الانسان كان خصو يكون حافظ كيفاش كتكتب ايا، كيفاش كتكتب مثلا اسي، ولا كيفاش كتكتب اوجوردي الى اخره. سو اون بوف رومبلاسي او فير بارتي دو غروب نومينال. اي اون فير سي لو فير، بطبيعه الحال بالاخضر درنا لو فير. اذا غنشوفوا لو غروب نومينال. بطبيعه الحال لو غروب نومينال اللي كنتكلموا على لو غروب نومينال، كنتكلموا على اربعه ديال الحاجات الاساسيين. داكوغ، كاين لو ديتيرمينون، كاين لادجيكتيف، كاين لو نون، وكاين لو غروب لو كومبليمون دي نون. ملي كنتكلموا بطبيعه الحال على لو غروب نومينال، لو غروب نومينال كيقدر، علاش درنا لو نون بالاخضر؟ درنا لو نون بالاخضر بطبيعه الحال لانه هو اللي غادي نفصلوه فيما بعد. داكوغ، الوغ اذا ملي كنتكلموا على ديتيرمينون، ديتيرمينون ديجا من بعد غادي نشرح بوحدو شنو هما لي ديتيرمينون اللي كاينين الى اخره. بالنسبه للادجيكتيف كنتكلموا هنا على لادجيكتيف كاليفيكاتيف. داكوغ، وتا هو كذلك غادي نديروا له فيديو خاص لادجيكتيف كاليفيكاتيف، شنو هما لي كاتيغوري ديالو الى اخره.
وكاين لو كومبليمون دي نون. لو كومبليمون دي نون بطبيعه الحال بين قوسين نقدروا نقولوا ان الكومبليمون دي نون هو لو نون بلس واحد البريبوزيسيون بلس ان نون ولا ان فيرب الى اخره. بحال مثلا ملي كتقول لو ساك ادو، ساك ادو، اذا هذيك ادو سي ان كومبليمون دي نون. او لا كتقول مثلا كايي دو فرونسي، كايي دو كوا دو فرونسي، هذيك دو فرونسي سي ان كومبليمون دي نون. فوالا. اذا بالنسبه كما قلنا اليوم غادي نركزوا على لو نون. بطبيعه الحال لو نون شنو هو؟ اذا سي ان مو اوبليغاتوار كي سير ا نومي لي بيرسون لي انيمو لي شوز اي لي زيد. اذا هذاك لو نون كيقدر يكون سميه واحد الشخص، كيقدر يكون سميه واحد الحيوان او واحد الشيء او شي فكره معينه. Il peut être accompagné par un ou des déterminants. Qui يقدر يكون معاه واحد لو ديتيرمينو او لا اكثر. Des adjectifs devant. بطبيعه الحال كيكون مسبوق او لهذا بواحد لادجيكتيف كاليفيكاتيف مثلا. او بيان دي كومبليمون دو نون. اون بارل الوغ دو جروب نومينال اللي كيكون لو نون متبوع يعني معاه واحد لو ديتيرمينون ولا واحد الكومبليمون دو نون ولا واحد لادجيكتيف كنسميو الكل كنسميوه لو جروب نومينال. Il peut avoir diverses fonctions dans la phrase. Sujet, complément du nom, complément du verbe, attribut, etc. اذا هذاك لو نون كيقدر يكون عنده بزاف ديال لي فونكسيون كيما قلنا. Le nom peut être remplacé par un autre nom pour en vérifier sa classe. إذا هنا ملي كنتكلمو جينيرالمون على لو نون عندنا جوج ديال لي كلاس أساسيين، كاين لو نون كومان وكاين لو نون بروبر. داكوغ؟ شناهو لو نون كومان؟ لو نون إي كومان كونت إيل كونفيان أ توت لي بيرسون، أ تو لي زانيمو أو أ توت لي شوز دو لا ميم إسبيس. كنقولو لي كولور، كنقولو لي فروي، كنقولو لي زانيمو، داكوغ؟ لي زوازو، إذا هادو كنهضرو على نون كوم. ملي كنتكلموا مثلا على نون بروبر، نون بروبر بيان ايفيدامون بطبيعه الحال لو نون اي بروبر كونت يل نو كونفيان كان اون سول بيرسون ان سول انيمال او ان سول شوز يل كومونس بار اون ماجوسكول اي نو بي جينيرالمون با اتر اكومباني بار ان ارتيكل. داكوغ؟ اذا ملي كنقولوا مثلا لو ماروك او لا كنقولوا مثلا كازابلانكا او لا كنقولوا مثلا سميه شي شخص يعني سواء ولد ولا بنت، رشيد، خديجة إلى آخره، جاكلين، هادو كاملين كيتسماو دي نون بروبر. فوالا. إذا غادي نوقفو هنا بالنسبة لهذا الفيديو هذا. من بعد كما قلنا غادي نحطو سلسلة فيديوهات أخرى باش نكملو على هاد لاكلاس ديمو. بطبيعة الحال إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر إعجاب. اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس، ضروري يفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديالنا، ويبارطاجي مع الأصدقاء ديالو باش تعمل فائدة بطبيعة الحال. و فوالا، اللي عنده شي سؤال ولا شي تعليق يعني مرحبا به، ويكتبوه ان شاء الله غادي نجاوب عليه يعني في الحين، و الى فيديو مقبل ان شاء الله.